السلام عليكم، صباح الفل. في الفيديو ده احنا هنشوف الجراو المتاحة، الشو لاين المتاحين للبيع عند مزرعة كليفر بيتس اللي هي مزرعة اخونا علاء التركي في الزيارة بتاعتنا اللي زرناها لما روحنا واتفرجنا على المزرعة. يلا بينا نبدأ ونشوف الاسعار كام والتقلبات عاملة ازاي. لقيت على عنده جراوي شو لاين بيباعها، فبص الجراوي شخصية جدا، بص ممسكه ما بيحبش حد يسيطر عليه. هنبص عليهم عاملين ازاي. Thank you.
والنبي بطوع. هما كم ولد وكم بنت؟ بنتين وولدين. الولد بستة والبنت بخمسة. متاح رؤية الأهالي، هنشوف الأم دلوقتي. من صغرها على فكرة بتاكل حديد. دي الأم. حاجة برضو محترمة لونج هير، برغم ان هي المفروض الكلاب في الخلفة توقع شعر كتير بيبقى شكلها وحش جدا، بس ظابطة حالها برضو ما شاء الله. الاب دودج كنا مصورينه الزيارة اللي فاتت، اللي عايز يراجع برضو يبص عليه، هو اتجوز وهو شكله احسن من الفيديو يعني الاخير. Thank you.